بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه هي المحاضرة السادسة من محاضرات الأدب العربي الحديث، وكنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة عند نجيب محفوظ. وفي هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نتوقف عند مجموعته القصصية همس الجنون عرضا وتحليلا. بدأ نجيب محفوظ حياته الأدبية كاتب مقال فلسفي ومترجما متواضعا، ثم كاتب قصص لا تشي بما سيحرزه من ارتياد قمم الإبداع في مجال الرواية مستقبلا، حيث أصبح سيدها بلا منازع، فنال جائزة نوبل وهي أعرق جائزة أدبية في العالم عام 88 و900 وألف. كانت مجموعة همس الجنون أول محاولات نجيب محفوظ القصصية القصيرة التي ضمت 28 قصة في طبعتها الأخيرة. ضمت 28 قصة في طبعتها الأخيرة. ثم يوجه وجهه شطر الرواية فينقطع عن كتابة القصة القصيرة قرابة ربع القرن، ليعود إلى فضاءات القصة بزخم منقطع النظير، فيصدر عام 62 و900 وألف مجموعته الثانية دنيا الله، وتعقبها 14 مجموعة قصصية لم تنل حظها من النظر النقدي الجاد، نظرا لانجذاب النقاد صوب منجزه الروائي، وهي بيت سيء السمعة سنة 65 و900 وألف، وتحت المظلة سنة 62 و900 وألف، وخمارة القط الأسود سنة 69 و900 وألف، وحكاية بلا بداية ولا نهاية سنة 71 و900 وألف، والجريمة سنة 73 و900 وألف، والحب فوق هضبة الهرم، والشيطان يعظ سنة 79 و900 وألف، ورأيت فيما يرى النائم سنة 82 و900 وألف، والتنظيم السري سنة 84 و900 وألف، وصباح الورد سنة 87 و900 وألف، والفجر الكاذب سنة 90 و900 وألف، والقرار الأخير سنة 97 و900 وألف، وصدى النسيان سنة 98 و900 وألف، وأحلام فترة النقاهة سنة 2005. ولعل أهم ما يشد الانتباه في مجموعته تلك أنها كانت بيانه المكثف الأول الذي سوف يقضي عمره كله قاصا وروائيا يمتاح منه، فكل قصة تحمل فكرة أو قضية سوف يعيد طرحها مستقبلا في رواية واحدة أو عدة روايات، من مثل حضور الهموم الواقعية بتجلياتها الطبقية والاجتماعية والسياسية، وانحيازه المبكر للعدالة الاجتماعية. ففي قصة الشر المعبود
يكشف نجيب محفوظ عن رؤيته للخير المطلق والخير النسبي وأنواع الشرور بين الناس في الحياة، منحازا إلى مبدأ طلب الخير للناس جميعا من خلال العمل المجرد من أي غرض أو هوى. وتعد هذه القصة التي لم تتجاوز 7 صفحات النواة الأولى لعدد من روايات نجيب محفوظ، والتي تأتي في مقدمتها رواية أولاد حارتنا. وفي القصة الأخيرة صوت من العالم الآخر التي تعد أطول قصص مجموعته، جاءت في 3 فصول يحكي من خلالها على لسان المصري القديم توتي قصة حياته، طارحا عددا من القضايا حول العلاقة بين الروح والجسد والمناجاة الصوفية، وهو ما نجده في فرعونيات نجيب محفوظ: كفاح طيبة، وعبث الأقدار، ورادوبيس، الروافد. يشير نجيب محفوظ إلى أن ثمة صراعا حادا اشتجر في اللاشعور لديه بين فلسفة تجذرت في نفسه نتيجة دراسته لها شغوفا بها، وبين معاصريه من المبدعين. فقال إنه كان يمسك بكتاب فلسفة في يد وباليد الثانية قصة طويلة ليحيى حقي أو توفيق الحكيم، وهو صراع رهيب لا يعرف مداه إلا من عاش فيه على حد تعبيره. ثم يقرر أنه هجر الفلسفة وانحاز إلى فن القص طويلا وقصيرا، وفي ذلك يقول: كان علي أن أقرر شيئا أو أجن، ومرة واحدة قامت في ذهني مظاهرة من أبطال أهل الكهف الذين صورهم توفيق الحكيم، والبسطجي الذي رسمه يحيى حقي، والفلاح الصغير الذي لا يعرف من الدنيا أبعد من حدود عيدان الغاب المنتصبة على حافة الترعة في رواية الأيام لطه حسين، وأشخاص كثيرين من أبطال قصص محمود تيمور، كلهم كانوا يسيرون في مظاهرة واحدة، فقررت أن أهجر الفلسفة وأن أسير معهم. على أن هجران نجيب محفوظ الفلسفة لا يعني تلاشي أثرها في منجزه الإبداعي قصا ورواية، فهي حاضرة دائمة الحضور في مجموعته تلك وغيرها. بدا واضحا أن محفوظا كان مولعا بالتاريخ الفرعوني منذ وقت مبكر، فقد ترجم كتاب مصر القديمة لجيمس بيكي ووظفه في 3 قصص من مجموعة همس الجنون، وهي يقظة المومياء التي انحاز فيها إلى الفلاح المصري الفقير الذي يسرق مضطرا فتتقمصه شخصية مومياء القائد حور ضد ظالمه الباشا صاحب القصر التركي الأصل، فتقول متخذة من الاستفهام الاستنكاري أداة سخرية من الطرفين الظالم والمظلوم: ما الذي دهاك، ما الذي دهى الأرض فجعل أعزتها أذلة وأذلتها أعزة. وقصة الشر المعبود وقصة صوت من العالم الآخر، هذه الأفكار التي انطوت عليها هذه 3 القصص سيعيد محفوظ إنتاجها في رواياته التي ستتخذ من تاريخ مصر الفرعونية مجالا لها، التي سرعان ما يفارقها مفضلا
تاريخ مصر الاجتماعي المعاصر راصدا ما يكابده الناس من عناء السياسة وأزمات الواقع. الواقع، رافض الواقع نجيب محفوظ، رفض الواقع نجيب محفوظ بروافد ثرة متعددة، فكان طاغي الحضور أشخاصا وقيما وسلوكيات، فسلط الضوء ساطعا على الفوارق الطبقية، ناقدا وجهاء المجتمع، كاشفا زيفهم، متعاطفا مع الطبقات المعدمة من المجتمع الذين يحققون غيابا شبه تام احتقارا وتهميشا. فنجد صبي القهوجي والمهرج والمغني الشعبي وبائعات الهوى، فيعد بحق واحدا من رواد الأدب الثوري ومبشرا بالواقعية الاشتراكية في الأدب المصري الحديث، التي ستتجلى في أبهى صورها في روايات عبد الرحمن الشرقاوي ولا سيما رواية الأرض. المضمون، ينتصر نجيب محفوظ في قصصه لأبناء الطبقة الدنيا، ويشدد النكير على الإقطاعيين وخزا لهم وتعرية لتصرفاتهم، كاشفا النقاب عن الانحرافات المتعلقة بعلاقة الرجل بالمرأة. ولا يخلو مضمون قصصه من التطرق لقضايا ذات نزعة إنسانية وفكرية، فمن القصص التي ترصد علاقة الرجل بالمرأة الريف والشريدة وخيانة في رسائل وروض الفرج وثمن السعادة، وأروع ما يمثل هذا الاتجاه قصة عبث أرستقراطي الذي يصور من خلالها محفوظ قطاعا من المجتمع المصري في أربعينيات القرن الماضي، منتقدا ما يسود بين أفراد مجتمع الوفرة من قيم تبيح الطمع فيما لدى الغير. تحكي القصة حكاية زوجين وزوجتين من الطبقة العليا، جمعتهم حفلة بقصر الوجيه حامد بك عرفان، فيتسلل زوجان وزوجتان في الظلام كل مع زوج الآخر ليجلسا على أريكة واحدة، ويسمع كل منهما حديث الآخر عن نفسه وزوجه الذي يقلل من شأنها، لو تعدل الدنيا زوجك الغبي ليس أهلا لك، وزوجتي ليست أهلا لي. ثم ينسلان خارجين بعد أن ارتدى كل منهما السترة التي عثر عليها في الظلام، ليفاجأ الرجلان أن السترة التي ارتداها ليست سترته، وإنما هي سترة الآخر ضيقا واتساعا. ويختم نجيب محفوظ قصته بما عرف عنه من عشقه الضحك، إذ كيف يتبادل كلاهما السترة ثم يصبغ الأحداث بسخرية لاذعة، فيقول: لم يكن ثمة خوف من الفضيحة، فسترات بدل الشهرة متشابهة. ويمتد تعقب طبقات الرأسماليين والإقطاعيين لرصد عيوبهم وسلوكياتهم المنحرفة، فيه صد ظاهرة استغلال النقود والتسلق تحقيقا لمآربهم، كما في قصص مذكرات شاب ومفترق الطرق وهذا القرن. ثم يعرض لضحايا هذه الطبقات من الفقراء الكادحين منتصفا لهم في يقظة المومياء،
والجوع التي تظهر نجيب محفوظ منحازا للطبقة الكادحة ومهمش المجتمع حين ذاك، مناديا بعدالة اجتماعية تشمل كل طبقات مجتمع الأربعينيات من خلال لقاء مؤثر بين مظلوم وابن ظالم، الأول جائع فقير مبطور اليد، والآخر شاب موسر سكير مقامر، وتتجلى المفارقة شديدة الحدة عندما يطرح نجيب محفوظ على لسان هذا الشاب تساؤلا يحمل كثيرا من السخرية، فيقول: ترى كم من الأسر التي يشقى بها أمثال إبراهيم حنفي، يمكن أن تسعدها النقود التي أخسرها كل ليلة في النادي. قلنا هجر نجيب محفوظ الفلسفة منحازا إلى الأدب سيرا على نهج محمود تيمور والحكيم وطه حسين، إلا أن صوت الفلسفة لم يخفت لديه، فثمة قصص تنزع منزعا فلسفيا مثل قصة همس الجنون التي تحمل المجموعة عنوانها وتقوم في الأساس على فكرة فلسفية مفادها أن الحرية المطلقة لا تحدها قيود اجتماعية أو أخلاقية، إنما هي الجنون بعينه. تباينت قصص هذه المجموعة بين الطول والقصر، وإن كان القصر طاغيا وتعد قصة صوت من العالم الآخر التي جاءت على صورة المونولوج في 3 فصول، الأطول حيث جاءت في 13 صفحة، وتعد قصة فلفل الأقصر ب3 صفحات فقط، كما تنوعت أساليب بناء القصة لديه، فاعتمد على أسلوب موبسان في بناء قصة متنامية تتدرج الأحداث فيها تدرجا طبيعيا يفضي إلى العقدة ثم الميل إلى الحل التدريجي، كما في قصة عبث أرستقراطي. واعتمد أيضا أسلوب المذكرات والرسائل، كما في قصة مذكرات شاب وغيرها، على أنني أسارع فأقرر أن ثمة مآخذ يمكن رصدها على بدايات محفوظ القصصية تتجلى فيما يأتي: أولا، هيمنة المقال القصصي على بناء قصصه أو قصصه بما يحمله، هيمنة المقال القصصي على بناء قصصه بما يحمله من برود وجفاف نتيجة كثرة الاستطرادات والشروح تارة، والتلخيص الذي هيمن على قصصه أو على قصصه ذات الصبغة التاريخية، ثم المسحة الفلسفية الطاغية التي بدت زائقة النبرة تارات أخر، مما أفقد كثيرا من قصصه اتساق الشكل، وهي سمة طاغية في نتاج معاصريه ممن أسسوا للفن القصصي والروائي. وهذا هو المأخذ الثاني الذي نأخذه على نجيب محفوظ. جاءت لغة نجيب محفوظ في مجموعته تلك مثقلة بإرث لغوي معجمي، ومتأثرة بمن سبق من المبدعين الذين عنوا بها لذاتها، فشغلوا ببيانية اللغة عن عنايتهم بالسرد، فأنطق شخصياته لغة تبدو غريبة أحيانا عن طبيعتهم نشأة وفكرا، ويتجلى هذا الملمح
في حوار جمع غانية بحي روض الفرج بفتى مراهق: كم عشقت من النساء يا غلام، ولما رباه كلا وألف مرة كلا. ويعلق المرحوم الدكتور أحمد هيكل على هذا الحوار بقوله: فهذا حديث يحمل إلى القارئ ظلال شخصية أبطال تاريخيين، فهم فيهم جلال ولهم روعة حديث وفخامة عبارة، وليس هو حديث غانية وفتى مراهق بحي روض الفرج. موضوع آخر سوف نتحدث عنه، أو جنس آخر سوف نتحدث عنه، وهو جنس الرواية، الأدب الروائي نشأة وتطورا وتحليلا. وسوف نتحدث عن أدب الرواية، سوف نتحدث أولا عن محاولات المنفلوط الأولى، ثم ثنائية التعلق بالماضي والانفتاح على الآخر، ثم مراحل تطور الرواية، ثم رواية زينب لهيكل عرضا وتحليلا ونقدا. كان للحملة الفرنسية أثر كبير في يقظة المصريين من ثبات دام طويلا، حيث صدموا بالهوة الحضارية الشاسعة التي تفصل بينهم وبين غيرهم، وهالهم أن عددا قليلا من الجند المجلوبين من بلاد بعيدة وبلا مدد يهزمون أمة كثيرة العدد في عقر دارهم. وراعهم أيضا ما تحمله هذه الحملة من المخترعات والمعارف التي ستنقلهم من عصور شفهية إلى عصور الطباعة. وترحل الحملة الفرنسية ويبقى المصريون في دهشة من أمرهم، وهنا تصبح البعثات إلى مصادر المعرفة والحضارة مطلبا ملحا، وتصبح الترجمة عن الآخر نافذة يطل من خلالها المصريون على الآخر علما وأدبا. ويلعب محمد علي دورا كبيرا في هذين المجالين، وإن انصب جهده على الترجمة العلمية. ويزداد المرء دهشة، فرفاعة الطهطاوي الأزهري الفكر والمظهر الذي أرسلته مصر ليكون مرشدا دينيا للطلاب المبعوثين وجلهم من الشباب، سوف يصبح واحدا من أكثر أبناء جيله خدمة لمصر في المجالين العلمي والإبداعي تأليفا وترجمة، حيث أنشأ عندما عاد إلى مصر مدرسة الألسن لتعد أجيالا من المترجمين للانفتاح على الآخر المتقدم، وأنشأ صحيفة روضة المدارس المصرية لتسهم في نشر الوعي لدى الناشئة والناس. ولم يقتصر دوره عند هذا الحد، بل امتد إلى الترجمة والتأليف، فقد ترجم رواية في اللون لتليماك ووضع لها عنوانا مسجوعا على طريقة القرون الوسطى، هو مواقع الأفلاك في وقائع تليماك، تحدوه رغبتان تلحان عليه، هما نصح الحكام والرقي بسلوك العامة، وكتب تخليص الإبريز في تلخيص باريز، وهو كتاب يرصد رحلة الكاتب إلى فرنسا وما رآه من معارف ومعلومات تدنيها من الإطار التعليمي. ولا يمكننا عد تخليص الإبريز في تلخيص باريز عملا روائيا، لأنه يخلو تماما من العناصر الروائية،
حيث قسمه الكاتب أقساما سماها مقالات، معتمدا السرد العلمي الجاف والترجمة والتقرير أدوات. ويعد علي مبارك المبتعث لدراسة الهندسة امتدادا ناضجا لمحاولة الطهطاوي السابقة، حيث كتب رحلته في كتاب سماه علم الدين، يتفق معه في النزعة العلمية القائمة على نقل مشاهداته ومعارفه إلى القارئ المصري. وإنفاق الطهطاوي عندما صاغ رحلته في قالب حكائي مشوق واختار لها أشخاصا، فالبطلان هما شيخ ريفي أزهري مستنير وعالم إنجليزي تعرف عليه في مصر ثم اصطحبه في رحلة إلى أوروبا. وقد حذى علي مبارك حذو الطهطاوي عندما قسم رحلته أيضا أقساما، وإن سماها باسم يقترب من مدارات الحكاية فسمى كل قسم منها مسامرة. والحقيقة أنه لا يمكن أن نعد رواية علم الدين لعلي مبارك رواية تامة الملامح والسمات، فهي رواية تعليمية غير ناضجة أسهمت في لفت الأنظار إلى هذا النمط الإبداعي الذي سيزداد نضجا لدى الأجيال القادمة. وتأتي محاولة المويلحي في حديث عيسى بن هشام وحافظ إبراهيم في ليالي سطيح امتدادا واعيا للاتجاه التعليمي الذي راده الطهطاوي وعلي مبارك، وإن اتخذ المقامة قالبا فنيا. مما سبق يتجلى لنا أن الأعمال الروائية تجوزا التي كتبت في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وما بعده حتى مطلع القرن العشرين ظلت مشدودة إلى الحنين إلى الماضي ومحاولة إحيائه والانجذاب إلى الآخر والخضوع له، فتوزعت إبداعاتهم بين المقامة أسلوبا وبناء ولغة مثقلة بالسجع وأنماط البديع، وبين التأثر بالروايات الأوروبية التي ترجمها صغار المترجمين، فجاءت مكتظة بقيم مغايرة للبيئة المصرية بعيدة عن قضاياه ومشكلاته، فعنيت بالحب والخيال الجامح الممزوج بالأوهام والغرائب، فشاع ما يمكن تسميته برواية الترفيه والتسلية التي شاعت لدى الشاميين المهاجرين إلى مصر بغية إرضاء الجمهور دون كبير عناية بالمضمون أو آليات التعبير. ويقبل القرن العشرون وفي عقده الثاني تصبح الرواية جنسا أدبيا مكتمل السمات فنية وموضوعية، ويكثر مبدعوها كثرة لافتة، وتصير نصوصها مادة أثيرة لدى النقدة الذين اتسعت لهم قاعات الدرس بالجامعة والصحف والمجلات الحزبية والمستقلة التي ازدادت عددا في تلك الحقبة. وسوف تشكل رواية زينب لمحمد حسين هيكل البداية الحقيقية للرواية العربية التي نشأت في حضن الأدب الفرنسي مجسدة ما يمكن تسميته بالواقعية التقليدية التي ستظل مهيمنة على نتاج كتاب الرواية العرب حتى هزيمة سنة 67 و900 وألف.
فتصبح أمام الولادة الثانية للرواية العربية. وقد انشغلت الحياة الأدبية طوال هذه الفترة بدءا بالحرب العالمية الأولى بنتاج عدد من أعلام هذا الفن من مثل هيكل والمازني وتوفيق الحكيم ومحمود تيمور وطه حسين والعقاد وعبد الرحمن الشرقاوي ويوسف إدريس وغير هؤلاء، وكتاب الرواية التاريخية من أمثال محمد سعيد العريان وعلي الجارم ونجيب محفوظ وغيرهم، ويحمل عام 44 و900 ألف دلالات خاصة تتعلق بمسيرة الرواية العربية المعاصرة، حيث توقف مبدع الرواية الواقعية الرواد عن تعاطي الفن الروائي، فتوقف توفيق الحكيم والمازني وطه حسين ولم يبق من جيلهم من استمر في الكتابة الروائية إلا محمد فريد أبو حديد الذي ظل يكتب الرواية التاريخية المستمدة من التاريخ العربي والإسلامي، ومن سار على دربه من المبدعين أمثال علي الجارم ومحمد سعيد العريان وعلي أحمد باكثير، وإن ظل أبو حديد أكثرهم نضجا ولا سيما في روايته الوعاء المرمري ولا سيما في روايته الوعاء المرمري التي نشرت عام 51 و900 ألف. ويرتبط هذا العام أيضا بملمح آخر من ملامح التجديد في الرواية العربية، يتجلى فيما يسمى برواية الأجيال التي رادها الدكتور طه حسين بروايته شجرة البؤس التي تنتمي إلى روايات السيرة الذاتية، حيث تتبع حياة أسرة صعيدية هي أسرة طه حسين نفسه عبر مساحة زمنية طويلة تغطي نصف قرن من الزمان، تبدأ من منتصف القرن الماضي راصدا ما طرأ عليها من تغيرات اجتماعية تركت آثارا واضحة في الأفراد سلوكا وعادات ونمط حياة. ويعد عبد الحميد جود السحار امتدادا لهذا الاتجاه الجديد في الكتابة، فيصدر روايتين يصبان في المجرى ذاته، هما في قافلة الزمان الصادرة في عام 47 و900 ألف، والشارع الجديد التي تصدر بعد 5 سنوات سنة 52 و900 ألف، تناول خلالهما حياة 3 أجيال من أسرة واحدة. وإذا كانت رواية شجرة البؤس لطه حسين تعاني من طول الفترة الزمنية مما أضعف البناء الفني قفزا وتسطحا وانعدام تناسق في عرض الشخصيات وتحليل سلوكها، فإنه مما يعاب على السحار في روايتيه أنه لم يستطع إحداث توازن بين أجزائها، فثمة خيوط استأثرت بمساحات واسعة كحب مصطفى في رواية في قافلة الزمان. أما رواية الشارع الجديد فإنها افتقرت إلى جانب فقدان التوازن إلى التصوير الدقيق لشخصياتها نظرا لكثرتها كثرة لافتة، فغابت الملامح الجسدية والنفسية للأشخاص، وهو الملمح ذاته الذي سبق لمحمود طاهر لاشين
أن وقع فيه وسرعان ما تخلص منه. ويأتي نجيب محفوظ سيد الرواية العربية بلا منازع وصاحب الولادة الثانية لها ليخطو برواية الأجيال خطوات ناضجات عندما يبدع ثلاثيته الذائعة بين القصرين وقصر الشوق والسكرية التي كان يود نشرها في مجلد ضخم واحد، ولكنه لم يجد من يتحمس للفكرة فنشرها موزعة على ثلاث روايات بلغ بها ذروة النضج الروائي، إحكام بناء ورسم مواقف وتحليل شخصيات، كل هذا في سياق الاتساق التام مع الإطار المكاني الحارة المصرية والزمان بما يموج به من ظلم اجتماعي وفساد سياسي واشتجار بين المذاهب، فنجح في رسم صورة للقاهرة عبر ربع قرن تقريبا من خلال أسرة أحمد عبد الجواد. وعليه فليس غريبا أن تعد أهم عمل روائي في أدبنا الحديث على الإطلاق، حيث غاص في أعماق الحارة المصرية ليرقى بها إلى أفق إنساني رحب، جاعلا من أسرة أحمد عبد الجواد نموذجا إنسانيا دقيقا يتجاوز حدود الزمان ويتمرد على قيود المكان. وإذا كانت الرواية واقعية وتاريخية قد هيمنت على جل المنجز الروائي العربي منذ الولادة الأولى على يد محمد تيمور ومحمد حسين هيكل، فإن ثمة مبدعين ينتمون إلى جيل محفوظ آثر أن يبدع في مساحة أخرى، فغلب عليهم الطابع الرومانسي. ويأتي في مقدمتهم محمد عبد الحليم عبد الله الذي يصدر عدة روايات تصب في هذا الاتجاه، هي لقيطة عام 1947 وغصن الزيتون عام 1955 والبيت الصامت عام 1966 وغيرها، وليوسف السباعي وإحسان عبد القدوس إسهام في هذا المنح العاطفي المفرط في الرومانسية. ثم تعجز الواقعية التقليدية البسيطة عن استيعاب صدمة هزيمة سنة 1967 والأسئلة الكبرى، فتطفو على السطح واقعية جديدة تعنى بالهم القومي والصراع الطبقي، واقعية تغلق أبواب التجديد في ميدان الرواية، تستلهم التراث دون قطيعة مع الواقع، تمنح منجزها طابعا قوميا ينأى عن الارتماء في أحضان الأطر الأوروبية التي هيمنت على الأجيال السابقة، عائدة إلى مصادر الحكاية الأولى وتقديمها في صور جديدة تنتصر للوعي الأيديولوجي على الحس الجمالي، فكانت الواقعية السحرية. وكان إدوار الخراط وجمال الغيطاني ومحمد جبريل ورضوى عاشور وغير هؤلاء من الفرسان في هذه الواقعية الأجد والأحدث. الجانب التطبيقي، إذا كنا قد شغلنا في الصفحات السابقة بالفن الروائي محرضات نشأة واتجاهات وأعلاما، فإننا سوف نقترب أكثر في هذه
فإننا سوف نقترب أكثر في هذه الدقائق المتبقية مع المنجز الروائي نصا محللين رواية زينب لمحمد حسين هيكل. هذه الرواية يكاد يجمع مؤرخ الأدب على أن رواية زينب لمحمد حسين هيكل تمثل الولادة الأولى لهذا الفن في أدبنا العربي الحديث، كتبها إبان دراسته للاقتصاد السياسي بفرنسا في العقد الثاني من القرن العشرين، ثم يهجر الحقل الروائي لينشغل بهموم السياسة وكتابة المقال، ليصدر قبل وفاته بعام واحد روايته الثانية هكذا خلقت، التي لم تنل ما نالته أختها الكبرى من ذيوع وحوار نقدي. كتب هيكل رواية زينب وهو موزع بين حنين جارف لوطنه، يشعر به من عانى قسوة الاغتراب وويلاته، وعشقه للريف المصري وانبهاره بما أنجزه الآخر أوروبيا في كل الحقول ولا سيما المجال الإبداعي. فنشأت روايته في أحضان الأدب الفرنسي مستوحية قيمه الفنية الكبرى الراسخة حين ذاك، مخاصمة ما كان سائدا في زمنه من أنماط روائية مخدجة تصب في قوالب نثرية قديمة قلبا وقالبا كالمقامة. ويلفت الانتباه أن هيكل عندما أصدرها في طبعتها الأولى عام 1900 أوردها بلا ذكر مؤلف، متواريا خلف عبارة بقلم مصري فلاح، ولم يحدد جنسها، فلم يذكر قصة أو رواية، مكتفيا بزينب مناظر وأخلاق ريفية. وهو ما يثير أكثر من تساؤل، لما لم يصرح باسمه واضحا مؤلفا لها، ولما لم يصرح بأنها رواية، ولما قدم مصري على فلاح. والحقيقة أن الأمر يتعلق بجانبين، يتعلق أولهما بالكاتب ذاته، والآخر يتصل بالإطار السياسي والاجتماعي والأدبي الحاكم حين ذاك، والجانبان متداخلان ممتزجان. فهيكل القادم من فرنسا يحمل الدكتوراه، تحدوه طموحات كبار، وهو ما تحقق بالفعل، يأبى أن يقترن اسمه بفن سقط في وهدة هابطة من السطحية والإسفاف جعلته موظفا لإشباع رغبات المتلقي، فأصبح أداة تسلية وترفيه. ثم إن روايته تتعلق بعاطفة الحب في سياق مادي مغاير لما تألفه عادات ريف مصر وقيمه الراسخة فيه منذ آلاف السنين، وهذا ما أشار إليه يحيى حقي بقوله كانت القصة في وقته مسخرة للترويح عن النفس، مقتصرة على التسلية، فأنف أن يأخذ الناس قصته هذه بهذا الحمل الوضيع، ويغيب عليهم الغرض الأول وهو تقديم دراسة جادة لحياة المجتمع الريفي بصفة خاصة مع الإشادة بجماله. مهر هيكل روايته بمصر فلاح، ولم ينشرها معزوة إليه أو منسوبة له إلا في عام 1929، وقد اختلف مؤرخ الأدب فيما بينهم،
ولكن هيكل نفسه ينفي فكرة إخفاء الاسم بل يؤكد مبدأ القصد، وذلك أنني إلى قبل الحرب كنت أحس كما يحس غيري من المصريين ومن الفلاحين بصفة خاصة بأن أبناء الذوات وغيرهم ممن يزعمون لأنفسهم حكم مصر ينظرون إلينا جماعة المصريين وجماعة الفلاحين بغير ما يجب من الاحترام، فأردت أن أستظهر أن المصري الفلاح يشعر في أعماق نفسه بمكانته وبما هو أهل له من الاحترام، وأنه لا يأنف أن يجعل المصرية والفلاحة شعارا له يتقدم به للجمهور يتيه به ويطلب من غيره أن يقوم بإجلاله، وهو أمر يعكس أثر حال أثر وهو أمر يعكس أثر خاله لطف السيد الطاغي فيه الذي نادى بمصر حديثة ومستقلة، ويعجب الباحث عندما يأتي يحيى حقي لينفي تبرير هيك النفس نفسه لما أقدم عليه من تعمد إسقاط اسمه مستبدلا إياه بقلم مصري فلاح بأسلوب لا يخلو من سخرية، فيقول مرافعة جميلة ولكن ليس من الكرامة ولا من المنطق أن يتشرف هيكل بصفة الفلاح ويخفي اسمه، فلا أظن أن أحدا من معاصريه قد أدرج هذا الأفندي الفيلسوف القادم من أوروبا في سلك الفلاحين. هذا كلام شاب يشتغل بالسياسة لعله يحلم أن يؤلف إذا اشتد عوده حزبا يسميه حزب الفلاحين، فكتب قبل الهنا بسنة برنامجه تجسد رواية زينب بمزجها بين الحنين إلى الجذور الريف والانبهار باللحظة الراهنة راصدا الصراع الدائم بين الأنا والآخر، وهو ما سيتجلى في رواية عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم، وهو ما سيتجلى في رواية عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم من صراع دائم بين الشرق والغرب، وهو صراع لا يأخذ صفة الصدام لدى هيكل وإنما يصالح بينهما، وفي حضن هذه المصالحة استطاع أن يضعنا على أعتاب مرحلة جديدة من الإبداع الروائي المخاصمة لكل محاولات إحياء قوالب فنية بالية. جاءت رواية زينب في 3 فصول موزعة على 19 جزءا ودارت على 3 خيوط ضمها عنوان الرواية الكامل زينب وعالمها حيا وإخفاقا والريف حبا وإخفاقا والريف المصري طبيعة فاتنة وأخلاقا متجزرة فيه وواقعا قاسيا يألفه أصحابه، ورواية زينب تصور واقع الريف المصري في تقاليده القاسية وطبيعته السمحة، فهي تحكي قصة شاب مثقف من أبناء الطبقة المتوسطة اسمه حامد يحب ابنة عم له اسمها عزيزة، وتحول التقاليد القاسية في الريف دون التعبير عن هذا الحب إلى آخر هذا إلى آخر هذه الأحداث التي سنزيدها تفصيلا
في المحاضرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.